إشارات جديدة من أعماق المحيط الهندي تحيي الأمل بالعثور على الطائرة الماليزية المفقودة منذ أكثر من شهر. وركزت فرق البحث عن الطائرة عمليتها في مناطق محددة بعدما التقطت إشارات يعتقد أنها صادرة من الصندوقين الأسودين للطائرة بداية هذا الأسبوع. وأكد خبراء أن الإشارات التي رصدت مصدرها معدات إلكترونية تحت الماء، مما يعطي بصيص أمل بإيجاد حطام الطائرة الماليزية قريبا. وتواصل 10 طائرات عسكرية و4 طائرات مدنية و13 سفينة عمليات البحث ضمن مساحة 60,000 كيلومتر مربع، إلا أن تركيز أعمال البحث هو على بعد 2280 كيلومترا شمال غرب مدينة بيرث، كبرى مدن الساحل الغربي الأسترالي، ذو تنشط سفينة أوشن شيلد.